الوصفة التانية عبارة عن ايه؟ معانا قلنا الشعرية اللي باللبن والكريمة. طيب هنجيب كوباية من الشعرية على حسب بقى الكمية اللي انت عايز تعمليها، ومعانا 3 كوبايات من اللبن، ومعانا كمان كريمة لباني طبعا للحلويات، ومعانا كريم شانتيه وسكر وفانيليا ومكسرات. الكريم شانتيه مش موجود معانا هنا، ممكن تجيبه لنا بس كده؟ يلا هناخد الاول الزبده اهو، هبدا كده اجيب ايه شويه من الزيت الاول، بسم الله الرحمن الرحيم عشان ما نحرقش الزبده. عايزه معلقه خشب، وناخد قطعتين من الزبده، بسم الله. الو يا ام ساجده. ايه يا روحي وحشتيني. يا هلا يا هلا، عامله ايه؟ فينك انت اختفيتي ليه؟ ساجده كانت متطعمه تطعيم السنه ونص وكانت تعبانه والله. دي اتطعمت بقالها ياما، ده انت بقالك كتير قوي. لا 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 والله اتطعمت وكانت قرفاني بقى كتير. والله طب عايزه اقول لك على حاجه، انا كل شويه تيجي ببالي واقول ام ساجده ما بقتش تكلمني ليه؟ يا روحي انت على طول انا بتابعك يا قلبي، حبيبة حتى قلبي. لو انا ما بكلمكيش يا روحي. حبيبتي تسلمي لي يا رب. وهي كويسه دلوقتي؟ احسن بكتير الحمد لله. الحمد لله يا قلبي. مرحله متعبه بس في الزن والعند والكلام ده يعني. طبعا طبعا، ربنا يخليها لك يا رب، ربنا يخليها. اللهم امين يا حبيبتي. توتة حبيبه قلبي عامله ايه؟ زي الفل، حلوه جدا وبتسلم عليكم. حبيبه قلبي داخله امتحانات قريب اكيد. لا هي خلصت امتحانات واخدت اجازه ولسه يعني كده، احنا عندنا الوضع مختلف شوية. ما تخليها بقى تنورنا كتير طالما خلصت يا شيخ. حبيبتي ربنا يخليكي. مش عايزه، هي بتقولي مش عايزه ازهقهم مني. لا يا قلبي دي على قلبنا زي العسل يا روح. تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يخليكي يا رب. تسلمي لي. شكرا ليكي يا ام ساجده، ومش عايزه بقى تحرم من صوتك ده. شكرا ليكي يا قلبي. بصوا بقى، وانا بكلم ام ساجده هنا عملت حركه كده، انا عايزه اعمل كميه شعريه كتير، فعملت ايه؟ قمت واخده الحبه اللي احنا حطيناهم في الحله، نقلناهم في حله تانية، اخدنا قطعه من الزبده تاني، وهاخد بقيه الشعريه بتاعتي. انا عايزه اعمل يعني وليمه شعريه كده بالكريمه، فهعمل كده. تاخد معانا وقت شويه بس احنا ما وراناش حاجه، الحلقه يعني جميله ولطيفه ولسه فيها وقت اهو. هنبدا بقى نحمر كده، نفضل نحمر لحد ما ناخد اللون الذهبي الحلو. طيب ونبص كده على اللبن اللي بالقشطه كده والكريمه والحاجات الحلوه اللي احنا حطيناها. بصوا القشطه اختفت تماما من اللبن، ساحت وادتنا الدسامه بس والقيمه الغذائيه بتاعتها، وشكرا مش هتحسوا بيها خالص. وانا ما كترتش يعني، انا اديتكم كده ايه حبه صغيرين.